لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهارت ابنة السيد محمد باكر الفالي فاطمة من البكاء لحظة تقديمها عزاء والدها الخطيب العراقي محمد الفالي، ولم تتمالك نفسها وانزرفت دموعها وحاول تهدئتها الحاضرين، ولكنها لم تهدأ لأنها تذكرت المواقف التي مرت بها مع والدها وهي لم تحضر دفنه في الصحن الحسين الشريف، وسارعت مكاتب التلفزيون العراقية في أمريكا للقاء تلفزيوني مع الفتاة فاطمة ابنة السيد محمد باكر الفالي. وكانت الفتاة لا يرسى لها، حيث أقامت مجلس الفاتحة من مضارب بني هاشم ببيت فاطمة الزهراء بولاية تكساس الأمريكية ترحما على روح والدها، وكانت تلطم على وجهها من الصدمة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وتفضلت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم امنن على محمد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصديقين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك مبدل السيئات وأضعافها من الحسنات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى بين أيدينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.